مساء الخير متابعي جريدة أهل مصر الكرام. النهاردة احنا في أحد شوارع مدينة الزقازيق، محررة جريدة أهل مصر معديين بالصدفة فشفنا الست أم عبد الرحمن وجارتها قاعدين بيعملوا يعني صناعة كده، فأنا بصراحة سألتهم بتعملوا إيه؟ اتفاجئت بالست أم عبد الرحمن بتصنع صابون لغسيل الملابس وغسيل غسيل المواعين واللياقات الاساور الكلام من دي، يعني بيستخدم في غسيل الملابس بس. تمام. طبعا هي طريقه بسيطه، بتقول انها تشرح لنا المكونات والطريقه، وكمان هي بتقول انها بسيطه وتكلفه اقل كتير من ما بتشتري. طيب دلوقتي معانا ام عبد الرحمن. نص كيلو طاس بتدفع عليه رطل ميه. تاني واحده واحده كده يا ام عبد الرحمن. نص كيلو بطاطس وبتضيفي عليه رطل ميه. تمام. وبتقلبي لحد البطاطس ما بيسيح، وبتبقي تحطي 3 كيلو زيت اللي هو ايه مستخرجات البيت، يعني الزيت اللي هو اللي بيفيد من القليه والحاجه بنكونه لحد ما يبقى 3 كيلو، وبنحطهم عليهم وبنضيف زي ما انت شفتي كده، وبنحط عايزه تحطي بريد لو حطي مش عايزه بنحطي حبه دقيق قيمه ربع كيلو، يعني ربع كيلو على 3 لتر زيت ورطل ميه ونص كيلو بطاطس. ونص كيلو بطاطس. وشوفي عامل ازاي؟ البطاطس ده بتحطيه بقى زي ما بتجيبيه كده بحاله على رطل الميه اول حاجه. يعني تفكيه تخليه سايل. يسيح مع الميه. وبعد كده بنروح حاطين 3 كيلو زيت، 3 ازاي زيت رطل. وتدنك تقلبي 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 كده، وتروحي حاطه شويه دقيق. شوفي عامل ازاي؟ يعني انت ممكن تضيفي دقيق للخلطه بس. هو حط الدقيق. اقصد لو كل ما بتلاقي القوام اللي انت لسه عايزاه. ربع كيلو وشويه كلام من ده اهو. لحد ما يظبط معاكي. ادي بصي المنظر اهو. ما تجيبيش حته من العكشه بتاعت الهبله دي. بصي عامل ازاي؟ ما شاء الله لسه عاملينه. بصي. انت بتقطعيه بعد كده مكعبات؟ بس يعني هنقطع ده. ده نفس اللي هو الصابون الاسمر. تعالي بقى شوفي ده هو بيتفضل. وريني بقى كده. يبقى ابيض شمع بقى كده. ادي الامل التسي امل. طب انت تعالي بقى الناحيه دي انت. ما شاء الله. كريم كراميل ده. لا صابون. انا مش قادره. وانا قولي لي بقى بيكلفك قد ايه؟ يعني الصابونه انت بتشتريها بكام؟ الصابونه ب 2 3 جنيه؟ وبتكفي بقى قد ايه؟ على حسب استهلاكك بقى، انت حره. يعني ممكن تخلص في يوم؟ لا استحاله. ليه يعني تقف على تالي مواعيد؟ بتغسلي بيها المواعين؟ لسه في اصلا ناس بتستخدم الصابون ده؟ كل الناس. كل الناس؟ طبعا. يعني بيفضلوه عن الصابون السايل؟ لا بنستخدم ده بنستخدم ده. بس دوت في دعك المواعين والحاجات دي افيد واحلى. والسجاده بيستخدم في المطبخ بالسجاده ميه وتلقي ورغي بالصابونه. ودعك بقى وتفرجي بيخلي السجاده عامل ازاي. طب انت دلوقتي قلتي لي المكونات 3 كيلو زيت ولتر ميه نص كيلو بطاس وربع كيلو دقيق. وممكن تحطي بريل بس البريل قبل الدقيق. ليه بقى؟ لا ما بعد كده هيكلفع بقى. يعني تمام. انت بقى بتصنعيه بقى لك قد ايه؟ بقالنا كتير قوي سنين بقى. بقيتي خبره يعني. بتبيعيه بتعمليه مشروع ولا لنفسك؟ لا لا لينا على قدنا كده يعني. هي بتعملي لاصحابك جيرانك؟ حبيبتي جيراني عاملاه لاختي. انت هما بيدوكي المكونات. وانت بتصنعي لهم الموضوع. طب تكلفه بقى ده كله يعني النص كيلو ب 10 جنيه صح يا ابو سعد؟ 10 جنيه بس. ودقيق؟ ما دقيق يعني حبه دقيق من بيتك؟ ب 2 جنيه ب 2 جنيه دقيق. والزيت طالع من بيتك. يعني كده كده احنا هنرميه بس كده. احنا بقى بنستغله وبنعمله زي ما انت شايفه. بينظف بقى يعني بينظف فعلا؟ طبعا طبعا. المواعين والاساور والحجور وكل ابيض شمع. ابيض؟ فعلا بيبيض؟ هو لونه بقى ده ليه بقى كده عامل كده؟ عشان لسه كل حاجه عاملاها لسه بقى على ما بيخش الولد بيضربه. الحق ضرب الولد. لازم تقطعي. على ابو بروده. يعني ده لونه مش لونه ابيض لون الكيسه كده. لون الكيسه. طب ايه اللي بيخليه اصلا اصفر وبعد كده ايه اللي يخليه يفتح؟ عشان الزيت غامق. الزيت غامق وبيفتح بعد كده. يعني ده الصابون اللي احنا بنجيبه لون الشمع ده. يا التكلفه كلها ما تكملش 15 جنيه بس يطلع لك 20 حته صابون. 20 حته صابون كتير. ممكن تقعد عندك مثلا. خلاص ممكن اجيب لك بقى صابونه كده.
تمام هنتاخر؟ لا لا ده البيت اهو. خمس ست شهور يعني ممكن يبقى لي ساعتين على طول. يعني ده يقعد خمس ست شهور يكفي ست البيت. سنه. والله العظيم عندي بقالي سنه ونص. سنه ونص صندوق زي ده. وتكلفه كده مع يعني بعباس كده هو بيعمل في المطبخ. وبينشف زي اللي بتجيبوه من المحلات وكده. زي الفل. مين اللي قال لكم بقى ال اللي يعني اتعلمتوا الطريقه من مين؟ هي خدتها من واحده صاحبتها او واحده قريبتها. طيب الى ربات البيوت اللي بتستخدم الصابون ده جريده اهل مصر بتقدم لكم طريقه من ستات البيوت بطريقه بسيطه جدا وغير مكلفه بالمره بتجيبي 3 كيلو او 3 لتر زيت انت كنت استخدمتيه قبل كده في البيت وخلاص كده كده انت هتستغني عنه زيت مش نظيف زي ما الست بتقول بتصفيه كويس من الشوائب اللي فيه مصفه زيت او خاصه مصفه سلك ناعمه بتصفي الصابون ده زيت يبقى 3 لتر زيت بتصفيهم في مصفى سلك ناعمه وبعد كده ربع كيلو دقيق وممكن تحطي بريل او ما تستغني عنه عادي وبعد كده لتر ميه لتر ميه مع نص كيلو بطاطس ونص كيلو بطاطس ونص كيلو حبه نص كيلو بريل يعني احنا بنضيف الاول ايه بقى كيلو ميه مع البطاطس مع بعض. اول حاجه بنجيب البطاطس مع الميه يبقى بنفك البطاطس مع لتر الميه بعد كده بنضيف له بقى الزيت دي الصابونه المرحله النهائيه ليها متماسكه جدا تمام ده المنتج النهائي للصابونه زي ما انتم شايفين كده القطعة دي بتجيبوها باتنين تلاتة جنيه نقدر نعملها في البيت يعني احنا معديين بالصدفة كده لقينا ام عبد الرحمن والست صاحبتها قاعدين بيعملوا الصابون قلنا نلحقهم بقى ونبعت لكم الطريقة للطريقة السهلة دي لستات البيوت واللي لسه الناس بتحافظ على استخدام الصابونة دي بالتوفيق ليكم وان شاء الله نكون افدناكم بأبسط طريقة من الست ام عبد الرحمن والست صاحبتها وتعملوها بقى لجيرانكم زي ما الست ام عبد الرحمن بتعملوا هدايا وتوزعوا الى جانب ان لو ست قصادتها من جيرانها بتعملهن شكرا ليكم وتحياتي ليكم من جريده اهل مصر.